والمزيد من التفاصيل حول قمة الخليج آسيا مع الزميل خلف الخلف وضيفه من هناك. مشاهدينا نرحب بضيفي وضيفكم دكتور عايد المناع الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور عايد، سعيد جدا بلقائك. كيف يمكن أن تعلق اليوم على ما حدث؟ الحقيقة يعني حدث كبير جدا وخطوة رائدة، ودائما المملكة تقود نحو الخير إن شاء الله. اليوم هو المؤتمر الأول على مستوى القادة الكبار، كان هناك يعني لقاءات وحوارات سابقة. أنا أعتقد أن هذه القمة ستسفر عن نتائج إيجابية لنا لدول مجلس التعاون ولدول الآسيان. بالنسبة لدول مجلس التعاون بالتأكيد أن يعني لديها النفط والغاز والمال للاستثمار في هذه الدول وتزويدها بالطاقة التي تحتاجها. وأيضا الحقيقة بالنسبة لدول الآسيان لديها الحقيقة مجموعة من الأمور، لديها إمكانيات للاستثمار، أنه نحن رجال الأعمال عندنا يستثمرون، وأيضا لديها الزراعة وهذه تزودنا بالاحتياجاتنا الغذائية، لديها جوانب سياحية سواء سياحية السياحة العادية أو الطبية أيضا في هذه الدول ممكن الاستفادة منها، لديها القوى العاملة التي ممكن الاستعانة فيها في دول مجلس التعاون في مجالات الإنشاء والتعمير، ولديها الحقيقة الانترميديا التكنولوجيا والتكنولوجيا الوسيطة التي ممكن استخدامها والاستفادة منها. لذلك ما بين هذه الدول، هذه الدول متعطشة أيضا للتعاون مع دولنا ومع دول العالم. بعضها يمكن عانت حروب عقود من الزمن مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا، الآن تريد تنمو وتتطور، ونحن بإمكاننا إن شاء الله أن نساعدها ونستفيد منها وتكون علاقات طيبة ما بين الطرفين الخليجي والآسيوي. عظيم جدا. اليوم في ظل عالم متغير مثل هذه التكتلات، كيف يمكن أن تسهم في نمو المنطقة، خاصة عندما أتحدث عن دول الخليج، وأيضا ماذا بعد هذه القمة؟ الحقيقة العلاقات الاقتصادية هي الحقيقة الطريقة الأفضل إلى التعاون ما بين الدول بعيدا عن التباينات السياسية. ومع ذلك الحقيقة هناك قضايا مبدئية، يعني لاحظنا يعني من كلمة الوزيرة الإندونيسية، طبعا يعني مثل ما كان سمو وزير الخارجية السعودي متعاطف مع الموضوع الفلسطيني وداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإلى آخره، كانت الحقيقة الوزيرة الإندونيسية، وأعتقد أن مجموعة دول الآسيان بهذا الاتجاه. في هناك قضايا يعني سياسية ممكن الاتفاق عليها، ويعذر بعضنا بعض إذا ما اختلفنا في بعض الأمور، لكن أنا على يقين أن هناك قضايا مشتركة أهمها الاقتصاد والتجارة وتبادل المصالح ما بين الطرفين، وهذا سيعزز مزيد من التعاون والاحترام المتبادل. شكرا دكتور، حياك الله، اهلا وسهلا. شكرا. اذا كان هذا هو حديث الدكتور عايد المناع الكاتب والباحث السياسي الكويتي بعد هذا المؤتمر الذي اقيم على هامش هذه القمه، قمه الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطه دول الاسيان.